بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بعلم المواريث وتقسيمها على مستحقيها، وأن من الورثة من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بالفرض وبالتعصيب. فعلم الفرائض تنزيل من عزيز حميد. مر بنا في درسنا السابق بعض الأحكام المتعلقة بالمناسخات، يعني مات الأب وله أولاد ثم مات أحدهم قبل أن تقسم التركة، كيف العمل؟ وقد أوضحنا ذلك وبيناه. الآن عندنا أيها الأحبة باب قد يستغربه كثير من الناس، وكنا قبل سنوات إذا مر هذا الباب استغرب الإنسان، باب الغرقى والهدمى والحرقى. ونقول إن الشريعة لم تدع شاردة ولا واردة إلا أوضحتها، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فمسائل الفرائض لا تكون بالرأي ولا بالاجتهاد، وإنما تكون بالنص من عزيز حميد. فقلنا هذا يرث بالفرض. ما هو الفرض؟ نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. وقلنا هذا يرث بالتعصيب. ما هي أحكام التعصيب؟ إذا انفرد العاصب أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد. فهذه النصوص مبينة وموضحة، لا يمكن أن نقول هذا ابن بار نزيد له، وذاك عاق ننقص من حقه، وهذه زوجة مطيعة نكثر لها، وهذه زوجة ناشز لا تستحق. لا، ما دام ابن فالأبناء سواء، ما دامت زوجة فالزوجات سواء، وإنما يأخذ الإنسان الأجر من الله على قدر بره وقيامه بمواجباته. الآن عندنا مسائل قد تشكل على بعض الناس، وهي سهلة في عباراتها وبينة في أسلوبها وواضحة في مضمونها. أب وابنه يوم الجمعة أرادا أن يذهبا إلى الصلاة، فكان عندهم بركة في الفناء، فنزلوا إلى البركة يسبحون، ما شعرنا إلا بأنهم ماتوا جميعا، الأب والابن. من الذي يرث منهم؟ الابن عنده مال والأب عنده مال، هل الأب يرث الابن أو الابن يرث الأب؟ مسألة ثانية، قالوا جاءوا من الطائف، وعندما مروا انتقلوا من الهدى ومسكوا الجبل تدحرجت السيارة ومات الابن والأب، وماتت الزوجة والزوج، ومات الأخ وأخيه، من الذي يرث الآخر وكيف نتصرف؟ أسرة يبيتون في غرفة وأقفلوا الباب وحصل التماس كهرباء واحترقت الغرفة بمن فيها وماتوا، من يرث الآخر؟
هذا عنده ملايين وذاك ليس عنده شيء، وهذا هو باب الغرقى والهدمى والحرقى. كيف العمل أيها الإخوة؟ نقول كنا هنا إذا مر بنا مثل هذه القضية نستدعي من قام بالتحقيق في الحادث، إما إذا كان من طريق الدفاع المدني أو إذا كان الهلال الأحمر أو إذا كان الدوريات الأمنية، نستدعيهم من هو الذي مات أولا؟ فقالوا محمد مات أول وعلي مات بعده بدقائق. نقول علي يرث من محمد ومحمد لا يرث من علي. لماذا؟ لأنه مات قبله، ومن شرط الميراث تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث. فإذا يوجد عندنا من يبين فهذا يعتبر دليلا واضحا لا غموض فيه ولا إشكال بأن المتأخر يرث من المتقدم، والمتقدم لا يرث لأنه مات، ومن شروط الإرث أن يكون حي وهذا ميت. هذه مسألة. إذا علمنا بموت أحدهما بعد الآخر فالأخير يرث المتقدم. إذا قالوا لا كلهم في لحظة واحدة في لحظة واحدة ماتوا، نقول لا يرث أي منهما الآخر. إذا ماتوا في لحظة نقول لا يرث أي منهما الآخر. إذا قالوا ما ندري واحد مات قبل الثاني لكن ما ندري هو هذا ولا هذا، فما العمل؟ نقول يرث كل واحد منهم من الآخر من تلاد ماله دون ما ورث منه لأجل ألا يرجع إليه ماله. فعندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى، وقد مر بي عدد من القضايا واستدعيت من قام بالتحقيق وشهدوا، وبناء على شهادتهم أعددنا إثبات الوفاة وحصر الميراث بأن فلانا مات في الساعة الخامسة عصرا وفلان مات في الساعة الخامسة وخمس دقائق عصرا، فالذي مات أخيرا يرث ممن مات أنولا. والآن ولله الحمد عندنا أجهزة وعندنا أشياء يمكن نستدل بها، يعني مثلا المختصين يقول هذا مات قبل بنص ساعة، هذا مات قبل بعشر دقائق، هذا مات إلى آخره. فإذا عرفنا المتقدم من المتأخر ولو بدقائق فالمتأخر يرث المتقدم. إذا عرفنا أن واحد مات قبل الثاني لكن ما ندري هو اللي مات زيد ولا اللي مات عبيد، ما ندري أيهم، واحد أكيد لكن والله اختلف، ما أحد يقول ذا واحد ما ندري، فنقول يرث كل واحد منهم من تلاد ماله دون ما ورثه الآخر. وهك وإذا قلنا إنهم ماتوا سواء فلا يرث أي منهم صاحبه، وبذلك نجد أن مسائل الغرقى كنا يعني مثلا نقول إنها نادرة وهي الآن كثيرة، لأن البركة اللي في البيوت قد تكون سببا في الوفاة، وبالنسبة لحوادث السيارات قد تكون في السابق قليلة، لكن إذا تدحرجت السيارة أو الإطار انفجر أو كذا تسببنا أو حصل التسبب في الوفاة ولا ندري أيهم. فإذا عرفنا المتقدم من المتأخر فمن مات أولا يورث من مات يرثه من مات أخيرا، وإذا عرفنا أنهم سواء فلا يرث أي منهما الآخر، وإذا عرفنا أن بعضهم مات قبل بعض لكن جهلناه ورث كل واحد منهم من تلاد مال الآخر دون ماله، وبذلك تنتهي المسائل في غاية البساطة وفي غاية السهولة وفي غاية البيان. ورحم الله علماءنا على ما أوضحوا حيث قالوا باب الغرقى والهدمى والحرقى
غرقى يعني يسبحون في بركة ولا في البحر، والحرقى في غرفة احترقت السيارة واحترق، والهدمة طاح عليهم البيت ولا ندري، جاء مطر والبيت يعني حصل له خلل وسقط، نعم بسبب سيل ولا غيره، نعم. ويقول فيه الشاعر أيضا في بيت: وبيوتنا، قبل كم سنة جاء مطر، وبيوتنا منيت بسويل جارف فترى جوانبها تخر وتركع، كل واحد يسقط، هذا يسقط الآن وهذا بعد 10 دقائق، وإذا سقط سقط على أهله وهكذا، نعم. فهذا هو باب الغرق والهدم والحرق، وهو أو من يعني قبل في السابق قد يكون مشكلة، لأنه مثلا قد يكون في البر وانقطع الماء، ما ندري هذا بعد هذا بيوم يومين، وفي البر وجدناهم ميتين، لكن الآن الدوريات الأمنية أو الدوريات المختصة تحدد لنا، ولديهم أجهزة بأن هذا خرجت روحه الساعة كذا وذاك خرجت روحه الساعة كذا، في غاية البيان والوضوح، فيجد القاضي نفسه يعني في ارتياح كامل لإصدار القرار أو لإصدار الحكم بأن فلانا يرث الآخر وفلانا لا يرثه وهكذا، نعم. ونحمد الله بأن يعني أنا لمست ممن يقوم بالتحقيق أو ممن يقوم بمباشرة الحوادث أنهم لديهم علم ودراية ومعرفة ومخافة لله عز وجل، فحينما أناقشهم كيف عملتم كيف رأيتم أجد ما يطمئن إليه في تصرفهم وحركاتهم، وأنهم يراقبون الله قبل كل شيء، لأن هذه مسائل مهمة. يعني قد يكون الأب عنده ملايين والابن لا ليس عنده شيء، فإذا مات الأب فالابن يرثه، وإذا مات الابن فهو ليس عنده شيء ولا يرث وهكذا، لكن رجال التحقيق ومباشرة الحوادث لديهم ما يشفي الغليل ويروي العطشان، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم. الغرقى اللي يغرقون في بركة، وكثيرا ما يحصل، يعني في يوم الجمعة يروحون يسبحون ثم بعد ذلك يحصل غرق، وبركة تجدها مثلا 4 أمتار أو 3 أمتار وهم ما اعتادوا، فيحصل بذلك الوفاة. الأب أراد أن ينقذ الابن فمات قبله، فمن الذي يرث الآخر؟ هذا يسمى غرقة. الحرقة اللي حصل التماس كهرباء واشتغلت الغرفة وهم نايمين أو كذا، والهدمة اللي سقط عليهم البيت وهكذا، نعم. ومن عمي بمعنى خافية، بمعنى أنه لا يعرف من الذي مات أولا، لأنه إذا عرف فلا إشكال، الذي مات أولا يورث والذي مات أخيرا يرث وهكذا، نعم. إذا مات متوارثان، متوارثان يعني أب وابن، زوج وزوجة وما أكثرهم، وهم جايين الآن على طريق المدينة، وهم جايين طريق الطائف، وهم جايين على طريق الجنوب، بنشرت السيارة وتدحرجت، في الزوج وزوجته والأولاد، من الذي يرث الآخر؟ فيقول متوارثان أو أكثر، يعني أكثر من واحد، نعم، يعني كل واحد يرث الثاني. إذا قلنا الزوج هو اللي مات أول فالزوجة ترثه، إذا قلنا الزوجة هي اللي ماتت أول فالزوج يرثها، لكن المسألة الآن أصبحت بينة لا غموض فيها ولا إشكال، نعم. إذا مات متوارثان فلم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فلم يعلم، لكن إذا علم يا شيخ أحمد، إذا علم ما عندنا إشكال، قالوا ماتوا، لكن هذا مات الساعة 4 وهذا مات الساعة 5 معناه درينا، ما عندنا إشكال أو لا؟ إذا علمنا بمن مات أولا فلا إشكال، لكن إذا ما علمنا ما العمل؟ نعم. ورث كل واحد منهما من صاحبه من تلاد ماله، من تلادي يعني ماله القديم، يعني ما نقول الأب ورث من الابن، مثلا لو قلنا الأب ورث من الابن 500 ريال وبعدين الابن صارت له 500 نورثها للأب، نقول لا، فنورث
أحدهما من تلاد ماله لا مما ورثه من صاحبه، يعني من ماله الأصلي. نعم. دون ما ورثه من الميت معه، لأن ذلك يروى عن عمر. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما روي عن عمر رضي الله عنه، وروي عن علي رضي الله عنه، وروي عن إياس، وروي رضي الله عنهم جميعا. نعم. فتقول في أخوين غرقا وخلف كل راحوا يسبحون في البحر وماتوا، أخوين غرقا. يعني في السابق ما نقول في بركة في البيت، لأن السابق ما في برك في البيوت، لكن الآن راحوا أرادوا يتجهزوا لصلاة الجمعة، راحوا قالوا نبي نسبح خمس دقائق، لما أبطأوا يعني ذهبوا يسألون عنهم وإذا بهم قد ماتوا داخل البركة أو حصل فيها التماس وسبب وفاتهم. نعم. وخلف كل واحد منهما زوجته ومولاه. نعم. يقدر أن الأكبر مات أولا، يقدر أن الأكبر مات أولا فيرثه الأصغر، وإذا قلنا الأصغر مات أولا فيرثه الأكبر. نعم. فلزوجته الربع، زوجته الربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. الزوجة لها حالتين شيخ صديق، حالة تأخذ كم؟ الربع، وحالة الثمن. متى تأخذ الثمن يا بني؟ إذا وجد الفرع الوارث. وحالة تأخذ الربع إذا عدم الفرع الوارث. نعم. فلزوجته الربع والباقي لأخيه الأصغر. نعم. ثم مات الأصغر عن ثلاثة أسهم، فلزوجته الربع وباقيه لمولاه. لمولاه يعني لأنه معتقه، يرثه بالولاء، والولاء قلنا عصوبة يا شيخ علي، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتق، يعني اللي اعتقه ولدها أو اللي اعتقه أبوها أو اللي اعتقه خمته، لكن إذا هي أعتقته أو أعتقه من أعتقت فهي ترثه. فالولاء عصوبة سببها نعمة، والولاء عندنا غير موجود الآن. لماذا؟ لأن كل من كان في السابق مثل الرقيق الدولة وفقها الله أعتقته، وقالوا كل واحد يدعي شخص يثبت ويأخذ القيمة والناس أحرار، وجزى الله الدولة كل خير وأدام هذه النعمة على هذه البلاد ووفق ولاة أمرها لما فيه الخير والسداد. نعم. فتضرب أربعة في أربعة تكون 16، لزوجة الأكبر أربعة ولزوجة الأصغر ثلاثة، يبقى 9 لمولى الأصغر. ثم قدر أن الأصغر مات أولا فلزوجته الربع وباقيه لأخيه الأكبر، ثم تعمل فيها عملك في الأولى، فترث زوجة كل واحد منهما ربع مال زوجها وثمنا ونصف الثمن من مال أخيه، ونصف ثمن من مال أخيه، ويرث مولى كل واحد منهما نصف مال أخي عتيقه. المولى هنا هو المعتق. نعم. ونصف ثمنه، ولا يرث من مال عتيقه شيئا. وقد روي عن أحمد، ومر بقضية وهلك إنسان عن زوجة فقط، لو قلنا هلك عن أم نقول الأم تأخذ، ماذا تأخذ يا شيخ عبد الله؟ الأم تأخذ الثلث، وبعدين نقول الباقي لأقرب رجل ذكر، ما في أحد، مش نقول؟ نقول عطوه الأم، فقد ورثت الأم جميع المال فرضا وردها. وأما الزوجة يا شيخ بكاي فلا يرد عليها، على الصحيح من أقوال أهل العلم الزوجة تأخذ ثمنها أو ربعها ولا يرد عليها، وذلك حسب الآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لأن
المقصود بالأرحام القرابة، بينما الزوجة لا قرابة بينها وبين الزوج إلا العلاقة الزوجية، وإلا هي من قبيلة وهو من قبيلة أخرى. فقالوا جميع الورثة يرد عليهم إلا الزوج والزوجة. فمر بي قضية فلان هلك عن زوجة، قلنا الزوجة لها الربع والباقي لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، نقول ما دام ما في أحد لبيت المال، بيت المال، لأن بيت المال نقول إنه سبب عند كثير من أهل العلم. ومر بنا قول المالكية بأنه سبب، وقول الشافعية عليهم رحمة الله على الجميع بأنه إذا انتظم فهو سبب، وأما الحنابلة والأحناف فقالوا إنه يحفظ المال الضائع. فهذه القضية قلنا للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وما بقي فهو لبيت المال. نعم. وقد روي عن أحمد فيما إذا ماتت امرأة وابنها، إذا قال أحمد فهو يقصد بذلك إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. نعم. وخلفت زوجا وأخا، فقال زوجها ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها، أنه يحلف كل واحد منهما، يحلف كل واحد، يحلف من الطرفين، كل واحد يدعي وليس هناك بينة فيحلف مع دعواه على إبطال دعوى صاحبه، ويحلف أن دعوى صاحبه باطلة. نعم. ويكون ميراث الابن لأخيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين. وذكرها الخرقي، ذكر الخرقي وهو أو ذكر وهو من أئمة الحنابلة. نعم. في مختصره، وهذا يدل على أنه لا يرث أحدهما صاحبه، لا يرث واحد منهما صاحبه، يعني هذا مات وهذا مات ولا ندري أيهم، فلا يرث أي منهما الآخر. نعم. بل يقسم ميراث كل واحد منهما على الأحياء دون من مات معه. نعم. من ورثته دون من مات معه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي رضوان الله عليهم، ولأنه لا يعلم أن أحدهما حي حين مات صاحبه فلم يرثه، كالحمل إذا سقط ميتا، ولو علم خروج روحيهما معا لم يرث أحدهما صاحبه. لو علم خروج، يعني قالوا كل الاثنين في الساعة الخامسة يعني لفظوا أنفاسهم، ففي هذه الحالة إذا علم لم يرث أحد منهما صاحبه، لأن كل واحد هذا مات الساعة خمس وهذا مات الساعة خمس، لكن عندنا إذا مات هذا واحد الساعة خمس واحد خمس وعشر دقائق، خمس وخمس دقائق، فالمتأخر يرث المتقدم، وأما إذا مات جميعا فلا يرث أي منهما الآخر. نعم. لأن من شرط توريثه كونه حيا حين موت الآخر. عندنا أيها الأحباب ميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الأرحام يعني عندنا عمة، العمة نعرف أنها ليست من الوارثات من النساء، عندنا مثلا خالة ونعرف أن الخالات ليست من الوارثات من النساء، وعندنا بنت أخ ونعرف أن بنت الأخ ليست من الوارثات من النساء، لأن الوارثات من النساء يقول فيها الناظم والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، أخت شقيقة، أخت من الأم، أخت من الأب، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. لكن عندنا بنت أخ تقول المتوفى عمي، وعندنا عمة تقول المتوفى ولد أخوي، وعندنا خالة تقول المتوفى ولد أختي، كيف نعاملهم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب؟ التفتنا إلى ذوي الأرحام الذين هم قرابة وليسوا من أهل الفرض ولا من التعصيب. أهل الفرض
الذين لهم نصيب مقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. وهل التعصيب قرابة الميت من جهة أبيه؟ فهم إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد. عندنا الآن ذوي الأرحام، يقول في يعني رواية عند كثير من العلم أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، فالخالة جاءت عن طريق الأم نجعلها بمثابة الأم، العمة جاءت عن طريق الأب نجعلها بمثابة العم، بنت الأخ جاءت عن طريق الأخ نجعلها بمكانة الأخ، وهكذا. يقول يرثون بالتنزيل، بالتنزيل ما معنى بالتنزيل؟ أنهم ينزلون ويجعلون كأنهم هم المدلى بهم، لأن هذا يدلي بالأم وذاك يدلي بالأب وذاك يدلي بالأخ وإلى آخره. نعم. باب ميراث ذوي الأرحام وهم القرابة من غير أهل الفرض وأهل التعصيب. وقد ذكرناهم ويرثون إذا لم يكن عصبة، إذا في عصبة، يعني مثلا إذا عندنا خالة لكن في ابن 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 عم بالجد العاشر، نقول الخالة ما لها شيء، المال لابن العم. إذا عندنا عمة وفي ابن 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 أخ، فالمال لابن الأخ البعيد هذا اللي في الجد العاشر، وأما العمة والخالة وكذلك الجد من قبل العم. لأن عندنا إذا عندنا باب في الفرائض نقول باب الجد والإخوة، باب الجد والإخوة. من هو الجد هنا؟ نقول هو أبو الأب. ومن هم الإخوة؟ الأشقة أو الإخوة لأب. وأما أبو الأم فلا يدخل، بل يسميه علماء الفرائض بالجد الفاسد، بالجد الفاسد. أبو الأم لا يدخل، وإنما الذي يدخل أبو الأب وأبو الجد وهكذا. نعم. ولا ذو فرض من أهل الرد، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم، إذا لم يكن عصبة ولا ذو فرض، لكن إذا وجد صاحب فرض التفتنا إلى الرد، قالوا هلك محمد عن جدة، أقول جدة ومثلا وأب وأب أم، أقول الجدة لها، الجدة لها السدس وما بقي فلأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، نقول أعطوه الجدة رد. لكن إذا ما عندنا أحد يرث بالفرض ولا بالتعصيب وليس هناك رد فبقي المال، ماذا نعمل؟ نلتفت إلى القرابة وهم ذوو الأرحام. نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد روي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، يعني يكون مثلا الخال أخو الأم يرث، يرث من لا وارث له. وقد يكون الإنسان يأتي ويقول أنا أريد ميراث من خالي، أنا جاءني شخص هنا وقال أنا خالي كان يشتغل بكسوة الكعبة وترك كذا وكذا وكذا، ولا يرث إلا أمي وأمي ماتت وأنا المستحق للميراث، فهذا يعني يرث، يعني هو طالب بالميراث لكونه ابن أخت، ودرست القضية هل استحق أو ما استحق هذا أمر آخر. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن، وروى أبو عبيد بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له، يعني ابنة أخ له، يعني هو عمها، هو عمها، وبنت الأخ لا ترث، لأنه كما قلنا الوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى، الحريم ما يرث منهن إلا سبع، وعلى سبيل التفصيل عشر، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت، الأخت من أي الجهات؟
يعني أخت شقيقة، أخت من الأب أخت من الأم. أما بنت الأخ فلا، بينما ابن الأخ يرث. يعني لو إنسان عندهم مثلا شخص هو وأخته ومات عمهم وترك العم أموال طائلة، هم كلهم يقولوا له يا عم، وقرابتهم سواء وأبوهم واحد وأمهم واحدة، لمن يكون المال؟ المال يكون لابن العم لابن الأخ وليس لبنت الأخ شيئا، لأنها ليست من الوارثات من النساء. وقلت أنه مرة جاني واحد وقال أنه مر بنا قضية، وجاء يقول جاءوا يسألوني وقالوا فلان وفلانة مات عمهم وترك عمهم مال وترك عقار يقول سألوني كيف قسمة المال، يقول قلت للسائل بينك وبين أختك، لأن كلهم يقولوا له يا عم. قلت له يا أخي أخطأت. قال ولما؟ قلت لأن هذه بنت أخ، وبنت الأخ ليست من الوارثات، وإنما المال لابن الأخ فقط، وأما بنت الأخ فليست من الوارثات، وإنما هي من ذوي الأرحام. لو ما عندنا ابن أخ ولا عندنا أحد من العصبة أو أهل الفرض أو أهل التعصيب، يمكن نلتفت لبنت الأخ وننظر إليها نظرة أخرى، لكن ما دام أخوها موجود فهي لا ترث. نعم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه، وقسنا سائرهم على هذين. فصل. وطريق، لعلنا نكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا القادم، علما بأن درسنا في يوم غد في فقه المواريث، لأننا اعتدنا أن نجعل يوم الاثنين في فقه المواريث، بينما الآن هو في الفقه العام، وإنما وصلنا إلى المواريث فقرأناها، ونكتفي بهذا ونكمل هذه المسائل فيما بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا أحد الإخوة يسأل، يقول في درسنا يوم الخميس ذكرتم بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، عمرة لم تتم، لماذا تحسب عمرة مع أنها ما تمت؟ أقول أيها الأخ المبارك، عمرة لها تاريخ حافل ولها مكانة عظيمة، ومدح الله أهلها في القرآن في آيات تتلى إلى يوم القيامة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان هذا عند الشميسي في مدخل مكة، فهي يسمونها عمرة لأن لها تاريخ عظيم ولها أثر بارز ولها مكانة عظيمة، حتى بأن بعض أهل السير يسمونها فتح الفتوح. فتح الفتوح، لما سئلوا قالوا كيف تسمونها فتح الفتوح والنبي عليه الصلاة والسلام على مشارف مكة وما دخل؟ قلنا نعم، يسمى فتح الفتوح لأنها أجبرت أهل مكة بغطراساتهم وكبريائهم وجبروتهم أن يطلبوا الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أهدروا دمه قبل سنوات، وقالوا من يأتي به حيا أو ميتا فله عشر من الإبل. فمن العلماء من يقول فتح الفتوح هي في نهاوند بقيادة النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه، ومنهم من يقول فتح الفتوح صلح الحديبية، من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل، فدخلت خزاعة في حلف رسول الله، ودخل بنو بكر بن وائل في حلف قريش، وتتوقف الحرب 10 سنين وتا إلى آخره. فمثل هذا، ويرجع محمد هذا العام، فبنود عظيمة تستحق أن تسمى فتحا وأن تسمى عمرة، علما بأن الله مدح أهل بيعة الرضوان في القرآن الكريم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول السائل يوم الجمعة إمامنا في الحرم يصلي عند باب الكعبة والصحن في شمس، فهل من حرج أن يصلي الإنسان في الشمس وهو ماسك المظلة أو ماسك يعني شيئا يغطي به رأسه؟ نقول لا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا رغب أن يكون قريبا من الإمام وأخذ المظلة
أو أخذ سجادة ووضع على رأسه عن الشمس وحرص على ذلك فلعله على خير. يقول السائل الكريم: المسافر للنزهة والسياحة هل يحق له الترخص؟ نقول نعم، وإنما سفر المعصية الذي حدر يعني ذكره العلماء سفر المعصية لا يحق له، وأما السفر الذي ليس فيه معصية ويسمى سفرا فيحق له أن يترخص بالفطر وبالجمع والقصر وهكذا. يقول ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقال إنها ماتت في نفس المكان الذي دخل عليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، مكان اسمه السارف، سارف بعد الجموم، مكان معروف دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وما وبعد الهجرة وبعد كذا وكذا جاءت لنسك وماتت في نفس المكان مات. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب أن يدخل عليها في مكة فقال لأهل مكة: أتزوج وأطعمكم. لما تمت ثلاثة الأيام، تمت الثلاثة الأيام في عمرة القضاء أو عمرة القضية في السنة السابعة، قالوا: هيا التزم، أو عليك الالتزام بما اتفقنا عليه، عليك أن ترحل. قال عليه الصلاة والسلام: أمهلوني أتزوج وأطعمكم. قالوا: لا، ما نريد التزوج عندنا ولا تطعمنا. فغادر عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ثواب القراءة ليلة الجمعة؟ نقول الثواب عند الله عز وجل، الثواب على قدر النية، على قدر الإخلاص، على قدر العمل الصالح. ومر بنا حديث عمر رضي الله عنه حينما قال يعني: إنما الأعمال بالنيات، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فمن كان وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا قرأ الإنسان يحتسب ويبشر بالخير. يقول: إذا ما أولم الإنسان للزواج؟ نقول: الوليمة وقت العرس، وإذا أجلها الإنسان لسبب، فقد يكون عنده ظروف قاهرة، قد يكون الإمكانيات لم تتيسر، وأقام حفلة لأهله وأقاربه بعد فترة، فلعله لا حرج في ذلك. يقول الأخ الكريم: إذا مات الإبن وأبوه حي، فلمن يكون ميراث الأب يعني الجد؟ هل الأولاد يرثون من جدهم؟ نقول: إذا وصى لهم، وإذا لم يوصي فإن كان عنده ذكور الجد هذا فهم لا يرثون، وإذا كان عنده إناث فهن يرثن الثلثين وما بقي لأحفاده وهكذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.